بنتأسف لجمهور أولمبي كاسافي، كان نفسنا نفرحهم النهارده زي المباراه اللي فاتت بتاعه المحمديه، ولكن بقول الحمد لله والشكر لله. انا دايما ما بحبش اتكلم على التحكيم، ولكن اقل حاجه النهارده ان انت كنت تطلع متعادل، ولكن بقول الحمد لله والشكر لله، قدر الله ما شاء فعل. ان شاء الله نفكر في اللي جاي، لان اللي جاي هو الاصعب. فبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق يكون مع حليفنا في المباريات القادمه، يعني ان شاء الله باذن الله.